يعكف حالياً متخصصون بأسقفية الشباب على تصحيح اختبارات مهرجان الكرازة لاحظ نفسك والتعليم، وهو الدافع الذي شجع الأسقفية لدعوة أعضاء مؤسسة الأيزو العالمية للزيارة ورؤية كيف تتم هذه العملية الفنية على أرض الواقع. نحن بنشكر ربنا من أجل مهرجان الكرازة ده. ده ابتدى يعني فكرة بسيطة، أحد الآباء الكهنة قال لي عايز أعمل مسابقة لشباب ثانوي في كنائس شبرا. يعني ده إيه، كان طموح كبير إنه يعمل حاجة على مستوى كنائس شبرا. فأنا قلت له طب وليه ثانوي بس؟ ليه ما نعملش ابتدائي وإعدادي قال لي ماشي. ليه شبرا بس؟ ما نخليها القاهرة كلها. قال لي ماشي. ليه القاهرة بس؟ نخليها المهجر كله. أعطى الأنبا موسى الأسقف العام للشباب لوفد مؤسسة الأيزو العالمية فكرة عن منهجية عمل مهرجان الكرازة، وتجولوا معا في غرف التصحيح، وعبر أعضاء الأيزو عن إعجابهم بالنظام والرؤية والمنهج والأرشيف والفكر الذي يتبناه مهرجان الكرازة والقائمون عليه. فعلا مجموعة الأنشطة الكبيرة جدا اللي احنا شفناها النهاردة هي فخر فعلا لكل الناس المشاركة في تلك الأنشطة، وبجد فعلا لو حاجة زي دي اتعممت على جميع الأجزاء أو المؤسسات اللي موجودة في مصر كلها بجد هيحصل نهضة كبيرة للبلد، مش بس للجزء اللي هو بتاع المهرجان بس، لا ده كمان للدولة كلها وللدول المجاورة كلها لو طبقت فعلا القوة والحماسة. وبجد أنا شفت يعني الأشخاص المتطوعين والمجهودات اللي بذلت فعلا بجد حاجة فخر كبير جدا، أنا ما كنتش متخيل الموضوع بالقوة والعظمة دي، فحاجة مشكورين جميعا عليها فعلا والتوفيق دايما. حقيقي هو أنا في الأول أول ما الورق جالنا في الأول الشركة وبدأنا نبحث الدراسة المبدئية الكلام ده واتفرجت على الفيديوهات بتاعت السنين السابقة كنت متوقع أن أنا هلاقي حاجة مختلفة حقيقي عن اللي أنا بشوفها في كثير من الشركات أو المؤسسات، بس لما جيت حقيقي فعلا شفت حجم المجهود وحجم التنظيم وحجم التوثيق اللي موجود، حاجة فعلا مبهرة وحاجة تشرف انها تكون موجودة جوه مصر. ستعلن الأسقفية لاحقا عن موعد احتفالية خاصة لاستلام شهادة الجودة العالمية من مؤسسة الأيزو، تحضره أسر المهرجان من كل القطر، وسيعلن عن اسم الإبراشية التي ستحصل أيضا على شهادة الأيزو كفرع مشارك وفق معايير وشروط خاصة تؤهلهم لذلك. زار وفد من هيئة الأيزو العالمية مقر أسقفية الشباب لتقييم امتحانات مهرجان الكرازة والإشراف على عملية التصحيح، وكذلك رؤية لجان المهرجان على أرض الواقع وبحث إعطاء علامة الجودة الأيزو للمهرجان الذي يقام للمرة 14 على التوالي ويشارك فيه كثيرون من مختلف المناطق داخل مصر وخارجها. من أسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية، فريد إدوار، CTV.